غزال اول لمسه لسمانه، عبد الرحمن سمانه من ناحيه شمال، اوفرلاب من غزال يعمل التمريره الارضيه، حمزه يستلم، حمزه فرصه وهدف رابع في اللقاء. توقعنا الهدف الرابع، ممكن كان يبقى للزمالك ثالث او ثاني للبلديه، يسجل البلديه هدف التعادل من جمله حلوه قوي من تمريره ارضيه. حمزه مجدي يستلم ويلف 180 درجه ويسجل هدف التعادل لصالح بلديه المحله مع تمام التسعين. يسجل عبد الرحمن سمانه يا ولد، والاستلام حلو قوي، حط الراجل في ظهره ويلف احمد مجدي اللي كان معاه في حراسه احمد مجدي، يقف يستنى يخاف من البنالتي، لكن حمزه مجدي يلف ويسدد ويسجل هدف تاني لصالح بلديه المحله. اربع اهداف في هذا اللقاء